للمصارعة رفع وتيرة تحضيراته لاستضافة فعاليات بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عام روماني وحرة وسيدة، ذلك من الفترة من 19 لـ 25 آب أغسطس الحالي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب. عن هذه البطولة وأهميتها ينضم لنا عبر الهاتف عبدالله قتيشات نائب رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة وناطق الإعلامي باسم الاتحاد. مهندس صباح الخير وأهلا وسهلا فيك مع راديو هلا. صباح الخير رندا، كيف حالك؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة. بالبداية احكي لنا مهندس عن هاي البطولة تفاصيلها وأهميتها للرياضة الأردنية. اليوم الاتحاد الأردني للمصارعة من عامين اتخذ نهج انه يستضيف البطولات اللي تعد ذات الأداء العالي والأهمية العالية بالمستوى القاري أو المستوى العالمي. اليوم استضافة الأردن لبطولة العالم تحت 17 هي مش أول استضافة لنا عالمية، استضفنا السنة الماضية بطولة عالم تحت 19 تحت 23، والسنة هاي استضفنا بطولة عرب وبطولة آسيا وهي بطولة عالم. فاليوم الاتحاد الأردني للمصارعة عم بتخذ نهج استضافة البطولات اللي بتحط العين على الأردن، وهدفنا منها تطوير اللعبة ونشرها، وبنفس الوقت إعطاء الفرصة للاعبينا ولاعباتنا بالاحتكاك على المستوى العالي وتعريف الأردن وقدرته على الاستضافات العالمية بهذا المستوى. طيب كيف التحضيرات للبطولة مهندس؟ اليوم احنا عدد اللاعبين المشاركين او الوفود المشاركة بفوق الألف، عندنا حوالي 600 لاعب و58 دولة تقريبا. اليوم هاي الاستضافات بتحتاج الى ترتيب لوجستي وترتيب اداري وبنفس الوقت تحضيرات فنية. فاذا بنحكي عن الامور اللوجستية، احنا اوريدي خلصنا كل الترتيبات الفنية الخاصة واللوجستية بالاقامات والتنقلات والفيز. وبهذا المقام انا برضو بحب اشكر شركائنا سواء من الدولة أو من القطاع الخاص، من وزارة الشباب، من مدينة الحسين، وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام، اللي حقيقة لهم دور كبير بمساعدتنا على إنهاء الإجراءات اللوجستية وإظهار الأردن بأفضل صورة بهذا الموضوع. وبنفس الوقت بحب أشكر رعاتنا والقطاع الخاص لدعمنا لهذه البطولة، شركة زين وجامعة الشرق الأوسط وشركة فاين. هدول برضو لهم دور كبير بمساعدتنا لتحقيق أهدافنا بنشر اللعبة وتطويرها. فاليوم الحمد لله احنا على أهبة الاستعدادات، كل الأمور اللوجستية شبه خالصة. بدي أذكر أنه احنا السنة الماضية نظمنا بطولة العالم بخلال 21 يوم فقط، اللي كانوا عاملين لها زي ما بتحكي الأورد قبل 3 سنين. فالحمد لله كفاءاتنا الفنية، شبابنا والصبايا اللي بيشتغلوا معانا من الهيئة العامة للمصارعة، وأنا بركز أنه هدول مش موظفين، هم متطوعين وبحبوا اللعبة، قادرين على استضافة أعلى البطولات زي ما عملوا المرة الماضية، وإن شاء الله هاي المرة كمان. إن شاء الله. طيب خلينا نحكي عن أعداد الدول واللاعبين والمشاركين واللاعبين الأردنيين واستعداداتهم والمعسكرات التدريبية اللي عم تعملوا لهم إياهم. زي ما حكيت، اليوم إحنا عندنا حوالي 600 لاعب مشارك في هاي البطولة، 58 دولة. اليوم عدد اللاعبين الأردنيين المشاركين بهاي البطولة 17، بين حرة وروماني وسيدات. هاي لا تعد المشاركة الأولى لإلهم، احنا عم نحاول نكثف جهودنا لإعطائهم الفرصة في مشاركات بالبطولات القارية والمستوى العالي. اليوم الاستعدادات على قدم وساق، حاليا الأردن عم بستضيف باللحظة اللي احنا عم نحكي فيها معسكرين، معسكر للأولاد ومعسكر للبنات. الشباب الحرة والروماني عنا، تونس ومصر معسكرين عنا، وقريبا رح تكون أمريكا من ضمن المعسكر. هذا المعسكر بيمتد لغاية بداية البطولة. برضو نفس الشيء عند الصبايا، في معسكر لهم برضو مع تونس ومصر. وأنا بحب أذكر هنا إنه فريق البنات عمره سنتين، فيعني برضو هاي إكسبرينس حلوة لهم، تجربة برضو حلوة للبنات، يعني تطور ملحوظ احنا لاحظنا بالفترة الماضية. ومن هنا بحب أشكر الكادر الفني والتدريبي لمنتخباتنا، المدربين والحكام، لأنه فعلا جهودهم واضحة بتطوير اللعبة. يعني بصراحة معلش مهندس بس أحكي شغلة يعني بهذا الخصوص، أنه إحنا عم نشوف في تفوق رياضي كبير، يعني مشاركتنا بالأولمبياد بأكثر من لعبة، والآن إحنا عم نحكي بمصارعة وبطولة مصارعة، يعني صار في اهتمام بالرياضة بشكل كبير، وهذا اللي إحنا عم نلمسه وبنشوفه على أرض الواقع. ويمكن هذا اللي أنت عم تحكي فيه، أنه صحيح المنتخب عمره صغير ولكن قادر أنه يشارك ببطولات كمان.
100%. اليوم الأردن وضع بصمته بالرياضة بشكل عام، ومن هذا يعني أنا اليوم بحب أذكر كمان اللجنة الأولمبية ودورها مظبوط. بدعم الرياضة كتير مهم. اليوم الرياضة الأردنية في رياضات كتيرة، عندك في أكثر من 42 اتحاد موجود بالأردن. اليوم الرياضات الفردية مش ماخذة حقها كمان، فاليوم تسليط الضوء على الرياضات الفردية من دور الإعلام، وبنشكركم على هاي الاستضافة. وبنفس الوقت الاستضافات الكبيرة اليوم، هاي البطولة مش أول مرة بتصير، وصار فيه زي ما بتحكي إنه الأردن محل ثقة للاتحاد الدولي وعلى خريطة المصارعة العالمية. فاليوم إحنا بطولة العالم المرة الماضية صدفناها لأسباب سياسية كانت بين بولندا وروسيا، وأخذناها الاستضافة بسبب علاقات الأردن المميزة مع الاتحاد الدولي المصارعة وسيدي فيصل ودوره في الموضوع. الاستضافة هاي برضو أخذناها لأسباب سياسية، كانت أصلا لازم تكون بالأرجنتين وحلوها على الأردن. فاليوم صار في ترند جوا الاتحاد الدولي، أي مشكلة كول جوردن، أحكي مع الأردن وهم بيستضيفوا حتى بوقت قصير. فاليوم جميع المجتمع المتعلق بهاي اللعبة والإداريا وفنيا أثبت كفاءته، وطبعا أكيد مؤسساتنا المحلية والقطاع الخاص اللي دعمنا كان له دور كبير في طبعاً. مساعدتنا. فإحنا اليوم بنحط الأردن على الخريطة العالمية، وما بدي أحكي كمان عن الاستفادات المالية سواء للاتحاد أو للبلد. السياحة يعني اللي امبارح كان الوفد التونسي والمصري مطلعين برحلة بجرش وبوسط البلد، فيعني عم نعرف بالأردن بطريقة مختلفة السياحة الرياضية. وهذا اليوم أنا كمان بحب أذكر إنه إحنا السنة الماضية كاتحاد مصارعة يعني إحنا أخذنا حوالي تقريبا 23 ألف ليلة فندقية من الاتحاد فقط. فاليوم لك أن تتخيلي إنه لو عدد الأكبر البطولات اللي بتستضيفها الأردن قديش بكون تأثيرها اقتصاديا. يعني هذا موجود نازل بأوتيل، بطلع بتاكسي، بشتري من سوبر ماركت. فاليوم هاي الأمور كلها بتعكس إيجابيا على اقتصادنا الوطني 100%. مهندس، جهودكم فيما يخص باستقطاب الجماهير، يعني احنا عم نحكي عن رياضة المصارعة وما بعرف قديش في إلها حضور، قديش في إلها جماهير. احنا رندا، انا لا يخفي عليك الناس كان عندها انطباع خاطئ بأول أيام المصارعة، لأنه هم يعتقدوا كانوا أنها هاي المصارعة الاستعراضية بمجتمعنا. اليوم المصارعة، احنا عم نحكي عن المصارعة الأولمبية، لعبة أولمبية، أقدم لعبة أولمبية، وهاي المصارعة اللي كان بيلعبها سيدنا الله يطول بعمره وسيدي فيصل وسيدي علي. فاليوم احنا جزء من الاستضافات هاي تغيير انطباع المجتمع المحلي عن اللعبة. اليوم الجماهير إلها دور كبير بال 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 بأي بطولة. اليوم احنا عندنا 17 لاعب أردني، وجود الجماهيرين والجماهير كتير ضروري لإلهم لتحفيزهم لتحقيق الإنجاز. وإحنا اليوم كل البطولات العالمية أصلا بيكون في عليها تذاكر دخول وتكاليف، إحنا اليوم فاتحين الدخول مجانا لجمهورنا. البطولة بصالة الأميرة سمية رايحة تكون، والدخول مجاني للجمهور في أماكن مميزة وأماكن مخصصة للعائلات، اللي بيحب يجي وعيلته بيقدر يجي يحضر. اليوم لعبة المصارعة لعبة ليست عنيفة، هي لعبة رياضية، وما فيها يعني حتى الإصابات احنا نعتبر من أقل مستوى الإصابات. اللي كان يتابع الألعاب الأولمبية بيقدر يشوف إنه أصلاً أي حركة الحرص على سلامة اللاعبين. فاليوم احنا ومع الرعاة برضو بشكرهم، رح يكون في نشاطات مميزة لرعاتنا داخل البطولة، مسابقات ونشاطات ترفيهية لجذب الجمهور. فأكيد منرحب بجمهورنا الكريم، ومنحب الناس تشوف اللعبة برضو بمنظور آخر، يعني بطولة عالمية بالأردن، اللي بيشوفوه برا رح يشوفوه بالأردن، فإحنا عم نحاول نوفر لهم هاي الفرصة. كان معنا على الهواء مباشرة الناطق الإعلامي باسم الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة المهندس عبد الله قتيشات، يعطيك ألف عافية. وكنا عم نحكي أكيد عن بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عام روماني وحرة وسيدات من 19 ل 25 آب أغسطس الحالي. كل الشكر لك مهندس. شكرا، شكرا لك، وشكرا لقناة هلا وقناة الإعلام بشكل عام، دوره كبير ومهم بإنجاح هذه البطولة، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية. شكرا لك. كل الشكر. Thank you.